هناك على مسافة وفاء بين البحر وشموخ الجبل، بوح الشمس في بال المدى، هي حكاية النهار المثقل بالأمنيات، نظرة تأمل تختصر أبجدية العطاء، وكأن الموج العنيد الذي يعانق بيروت يبعث برسائل الأمل للباحثين عن الغد. فبين البحر والجبل قصة جيرة محورها بيصور، حارسة البحر وأميرة الجبل ومنبت الرجولة والعز العريق. سيرة شخصية نسجت من خيوط الفجر، رجل الأعمال اللبناني السيد عماد ملاعب، يتلو حكايا النجاح ويفتح سجله المشرق ليلهمنا دروس الحياة. في بيسورة ولد عماد فواز ملاعب في عائلة جبلية راسخة في عناد الأرض وقمم الحياة. تربى عماد في لبنان حتى العام 1975، ثم ترك لبنان وسافر إلى دبي حيث عمل في شركة لبيع المعدات 3 سنوات، ومن دبي سافر إلى أمريكا حيث درس في إحدى جامعاتها وتخرج منها متوجاً بالنجاح والخبرة. ثم بدأ العمل في شركة سيارات، وخلال تلك التجربة برزت نشاطاته وظهرت أفكاره، وأصبح محط ثقة الإدارة والموظفين والزبائن التي كانت من أهم أولوياته. وبعد 9 أشهر أصبح مديراً لتلك الشركة. ساعدته نجاحاته ليتطور بشكل ملحوظ، وزادت ثقة الإدارة بخطواته حيث استحق منصب مدير عام الشركة بجدارة وتفوق، وانتقل للعمل في شركتين مختلفتين حيث أضفى نجاحات باهرة، وخصوصا في رضا العملاء ورضا الموظفين، فزادت مبيعات الشركتين 4 أضعاف وأكثر في أكثر الأحيان، وبقي في الولايات المتحدة إلى العام 1996، حيث ركم تجارب عديدة في مجال الإدارة، وتألق اسمه في شركات السيارات ومجالات التجارة والمال. حمل السيد عماد ملاعب معرفته وخبرته وطموحه في العمل الإداري، وانتقل إلى الكويت حيث بدأ يعمل في شركة محمد ناصر الساير وأولاده، وكان مدير لللاند روفر، وقد تضاعفت المبيعات، وبشهادة من شركة اللاند روفر أصبحت اللاند روفر الكويت أكثر تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي في ذاك الوقت. استلم إدارة قسم سيارات ليكرس في شركة محمد ناصر الساير وأولاده، ومن البداية تضاعفت المبيعات، وأصبحت ليكرس الساير الكويت تحتل أكبر حصة سوقية في العالم بفارق كبير وعلى مدار أكثر من 10 سنوات. ومن تلك الشركة انتقل في العام 2014 إلى شركة المولة، العلامة الفاخرة لشركة هوندا اليابانية، واستمر بالعمل معها مدة 3 سنوات. هو الزرع الذي أثمر ربيعا ومواسم، هي الثمار التي قطفها بعد رحلة ممزوجة بالتعب والطموح والإدارة الصلبة. هي شركة عماد ملاعب الخاصة. أراد السيد عماد ملاعب أن يسخر ويستثمر خبراته ونجاحاته في شركة استشارية،
يتحدث هذا العصامي المتألق في دروب النجاح وبلغة المحبين والمخلصين، ويعتبر العائلة عنوان المحبة والاستقرار. فالعائلة هي الواحة الآمنة للقلب والفكر، وهي المنطلق بخطوات ثابتة نحو النجاح. ويفتخر بزوجته سيدة غادة، ويعتبرها شريكة الحياة والنجاح والرفيقة المميزة في كل الظروف. من عنفوان جبال لبنان، من عطاء السهل وأناقة الورد وشموخ الأرز، إلى رحاب الدنيا ومحطات المجد، كانت رحلة رجل العلم والعمل والطموح، سيرة العصامي القادم إلى الغد، فارساً يعتلي صهوة النجاح، الرجل الذي ينبض بكل معاني القيادة والشجاعة وحكمة الإدارة وصلابة الإرادة ورقي الحياة. أيها العماد المكلل بتاج الأرز وأبجدية الكفاح والنجاح، أيها المعطاء الراقي، هنا زرعك في رحاب الدرب صار فصولا للحياة، هنا يداك تحرس طموح الباحثين عن مجد النجاح. Thank you.